لك زدتوا هالسلاح بقى ولا؟ بشو عم تفكر انت وياه؟ اخي شو بدنا نساوي؟ في عنا شي حل تاني سيبو؟ اخي عاكف اوعكم تتركوا السلاح، اوصوا خليهم يموتوا قليلين الشرف. ماشي ماشي رح نتركوا. اخي عاكف لا تتركوا سلاحكم. اسكت. روحوا جيبوهم بسرعة. يلا يلا على السريع طلعت عسلة. عاكف وصباح الدين وكارلوس كلهم صاروا بإيدنا وجايين على الطريق. تمام، خدوهم على الكوخ لعند البقية، لما تخلصوا شغلكم تعالوا لهون. ماشي ماشي أخي. ماشي. يعرفونا كلنا. استنى لنشوف، خلينا نعرف شو في براس. في شي مو مريحني هون. عساس يعني أنت من الصبح كنت مرتاح ما هيك؟ يا الله. شو كيف الأوضاع بالفرع؟ كل الأولاد والأمهات وصلوا على عيد المهام الخاصة. أنا متأكد إنه هالعملية رح تنجح. قبل ما نفوت على الفرع اتصلوا بالزلمة وخبروه. خليهم يزيعوا خبر اقتحام عيد المهام الخاصة بأخبار المساء تبع هذا اليوم. انتبه لحكيك أبا ضاي. أخي هدول شو عم بيقولوا؟ والله الظاهر إنه حلمك رح يتحقق يا سيبو. مو قلت حية؟ تفضل هي الحية. ممتاز. لك شو انتو جنيتوا على الآخر؟ مو بس الفوتة على الفرع، على بابه ما رح تقدروا تقربوا لا؟ ولك حرباية؟ فرع المهام الخاصة أكيد مو بس نحنا. انت لا تخاف، كلهم رح نلاقي لهم حل. ولك انت شش. ولك كلمة تانية بقوصك بنص راسك. ايه ماشي منشوف مين منا رح يقوص التانية. فهمان. خلصنا عاكف، اهدى هلا. خلينا نفهم شو بدهم هالأندار. خلصنا أخي. رح نفوت من ورا لأنه انسحبوا الجريح لجوا، لازم نسيطر على الكوخ بأسرع وقت بلا ما نستنى أكثر. تمام، ونحن رح نفوت نلتقى جوا. مفهوم. يلا رجع، رح نفوت لجوا. تمام، هدول جايين بلعوا الطعم. أمنتوا البواب؟ ايه مأمن يا اخي. ايه كتير منيح، ديروا بالكم تخلوهم يشكوا انه نحنا تحت، واهم شي ما يفتحوا البواب. خلونا نمشي. يلا يلا بسرعة. نزيل نزيل يلا يلا نزيل يلا. انت كمان بسرعة بسرعة. يلا يلا. وين اختفوا هدول؟ قبل شوي فاتوا لجوا. ايه كانوا هون، انا بعيني شفتهم. طيب وين ممكن يكونوا اختفوا؟ مين سكر الباب؟ لك شو عم يصير؟ في حدا سكر علينا. افتحوا لك. لانه مقفول من برا. افتح. بعد ما عم يفتح. هذا فخ. خليكم ابعد عن الشبابيك، تحصنوا فورا. لا تكونوا هدف بسرعة. لا تكونوا هدف. وهلأ هاد ما عم يشتغل كمان. التليفونات مو هيك؟ عم يستخدموا تشويش. معناها ما رح يخلونا نطلع من هون. شو رح نعمل هلأ؟ مجبورين نستنى فريق عاكف لحتى يجي.
الكل يكون منتبه. طيب كتير حبيبي. وقف لشو؟ طلع طلع فيني لك كتير لبقت لك. شوفوا لي هالقائد. احكي لي لشوف بس تكبري شو رح تصيري؟ بيصير شرطية مثل بابا. برافو عليكي. شكرا لكم، انتم ما تركتونا لحالنا بهيك يوم مهم. نحن اجينا لهون مشان نورجي اولادنا كيف الشرطة بيشتغلوا وبيتعبوا وبيتعذبوا مشاننا. لا تشغلوا بالكم، اولادكم ممكن يكونوا ايتام بس ولا واحد منهم وحيد. تفضلوا ذوقوا هالبقلاوة، عملتها بإيدي. تفضل. يسلموا. صحة وهنا. كتير طيبة. إن شاء الله صحتين. شو هذا؟ طلع في إلنا كمان عالم بتحبنا. والله نحن ما تعودنا حدا يهتم فينا كل هالقد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بتعرف هالعنوان هاد؟ ساعدنا شوي. هات لشوف. تطلع من هذا الطريق على اليمين بعدين. شغلوا التشويش. سيدي شو عم يصير؟ 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 حربي يلا على السريع. انت شو بتلاقي سلاح ورصاص روح بسرعه جيبه يلا. حاضر سيدي. ولك جيبوا له الحقير بقى، انتوا اثنين وما عرفتوا تقتلوه. لك يلا. هجموا علينا، ساعدونا. عم تسمعوني؟ يلا تعالوا. من وين رح يكونوا طلعوا هدول؟ لازم يكون في مخرج سري بهذا الكوخ. هالأندال عاملين الابواب ماكنة. انتبهوا منيح، زتولنا قنبلة غاز. دخلوا جايين لهون. لا تقفلوا الباب، ما في مدخل تاني، إذا بدهم يفوتوا راح يفوتوا من هون. سيدي حربي راح تقدر تعملها؟ سيدي أنا طول عمري عم استنى هي اللحظة. الحمد والشكر لك يا رب. معناها يلا. ما معنا وقت كتير، كل الشرطة الموجودة باسطنبول رح تكون هون خلال ساعة واحدة، وساعتها ما رح يطلع حدا منا عايش. عم تفهموا؟ فهمنا. لا تاكل هم أخي، كلنا جاهزين للموت. لا تقولوا ختيار أو شب أو ولد، ما بدي حدا منهم عايش. يلا اليوم يومنا يا شباب.
يا رب احمينا بحماك. لا تترك الأبرياء لحالهم. لا تتخلى عنا يا الله. لا مو معقول. شو عزيزي من هون بالفخ؟ قوم ولاك. قوم. ايه. يلا قوم ولاك. قوم. يلا. شو اخي وصلنا؟ لا. وين نحن؟ لسه ما وصلنا. هنا وصلنا. وهون المهام الخاصة التركية، وهي النهاية المؤلمة للمهام الخاصة التركية. كل العصابة صارت أسرع عندي. بس لفك هالحبل يا حقير، أنا بورجيك كيف بتكون النهاية المؤلمة. رح قلكن شو رح يصير بعيدكن اليوم. الاحتفال ببلش الساعة 10 مع الألعاب النارية طبعا، ورح نبلش بإعدام أعضاء المهام الخاصة، وبعدين ببلش الاحتفال الرسمي. وأكتر شي رح ننبسط بفقرة اقتحام فرعكن. اقتحام الفرع؟ ولك قليل الشرف، إذا بدك تقتلنا قتلنا، بس هنيك في ناس أبرياء. ولك العمى شو حيوان؟ لا تنزعلي مرائي. ولا ولك يا قليل الشرف يا حقير، ولك موتك بإذن الله رح يكون على إيدي أنا. إيه وين صرنا؟ بعدين فقرة مراسم العلم. رح يرتفع علم المنظمة على سطح الفرع، ورح تعرضوا قنوات التلفزيون، وبعدين نشيد المنظمة وشارة النهاية. حكيت ناصة يا قليل الشرف، لسه في جنازتكن. قصدك تقول مراسم جنازتكن. وهلأ رح نبلش بمراسم الاحتفال. ولك يا كلاب، يا قليل الشرف، يا خاينين انتو. ولك يا اندال، مو عطول كنتوا عم تاكلوا وتشربوا من خير هالبلد؟ ولك انتم مفكرين حالكم رح ترفضوا بعملتكم هي؟ اهدى. ولك حقير، مفكرين خايفين؟ نحن منحرقكم. ولك الاتصالات الأرضية، نحن علقانين هون. انت شو إلك شغل هون؟ روحي لعند الأولاد بسرعة. مستحيل، أنا كمان رح ضل معكم. لك بنتي روحي لجوا بقى. لا حضرة المدير، أنا بعرف استخدم سلاح منيح. حربي ابني، روح لاقي لحالك مطرح تاني. يلا قربي لهون. يلا يلا اقتلوهم يا شباب. اسمانا كلياتنا رح تدخل من ابطال الثوره وتنكتب بالتاريخ. اوصوا يا شباب اقتلوا هدول الفاشيين. لسه في عنا رفع العلم اليوم، وبدنا نطلع بالاخبار. يلا هالشي بيستاهل التضحيه. يلا سيدي، انا خطرت لي فكره، فينا نطلع من الشباك الوراني وندور نحن من حواليهم. عم تحكي صح سيدي، فينا نطلع ونلف عليهم من ورا. ماشي،
بس رح نتركون فاضي؟ بركي فاتوا لجوا. مستحيل، الموت أهون من فوتتهم. اسمعوني منيح، هذا المكان هون قلبنا، روحنا، إيماننا، كل شي فينا. الشيطان ما رح يدخل لهون، وإذا دخل مرة ما رح يطلع أبداً. عم تفهموني؟ مفهوم سيدي. ما رح ندخل الشيطان لهذا القلب، عم تفهموني؟ بإذن الله. طيب يا اخواتي، انتو شو لكم شغل هون؟ نحن منحلها. يا ريت لو بترجعوا لفوق بيكون احسن. انا من زمان كان عندي ابن مثلكم، وانا قدمته شهيد لهذا الوطن، لهي الارض، قدمته ليحمي الهلال والنجمه. ما رح خلي هالعالم ينزل ابدا. يا منضحك كلنا سوا، يا منبكي كلنا سوا. انا بدي احمي هذا المكان بقلبي بايدي وبهذا السلاح اللي معنا كمان. ايه لا تشوفها كبيره علينا. إيه؟ بعد هالحكي معقول نشوفها كبيره؟ تفضلوا، هدول نسواننا. تفضلون، وبفضل هالشعب ما راح يدخلوا بإذن الله. أوصوا يا شباب، ما راح نخليهم ينزلوا علمنا أبدا، مفهوم هالشي؟ بإذن الله. هذا العلم طول ما نحن عايشين ما راح ينزل عن الساري أبدا. يلا يا أولاد، يلا يلا. وها معكن 3 دقايق، بتمنى لكم حظ كبير. يلا خلونا نطلع. يلا حاولوا فكوا الحبال يا شباب. هات ايدك، هات ايدك. يلا انا ولا تكبر عطينا كثير منيح. هات ايدك والحبل. يلا شباب خلوا الحبل. يلا فكنا. يلا يلا يا شباب، حطيه بالهواء. يلا رح نصير شافوا نتف يا شباب. يلا شعور ولا يا باشا، فك الحبل بسرعه. يلا 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 اخي فكني. يلا يا شباب، بلا ما نروح على حالنا التسلايه بالفرع. هلا هدول الكلاب رح يموتوا، خلونا نبعد عنهم بلا ما نتلوت بشقف هدول الفاشيين. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صور 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 صورون. خلص شغلنا هون، يلا نمشي بسرعة بسرعة. عمي انت شو لك شغل هون؟ انا اسمي ممنوع السؤال، بهالحاله ممنوع السؤال. الشهاده مو مكتوبه بس لكم، جيت لحتى اخلص الروح. عمي انت المحارب الحقيقي، انت كبيرنا. عم يصدونا، ما عم نقدر نقرب ابدا. طبعا رح يصدوك ولاد، هدول المهام الخاصه، هدول مانو سهلين. إذا ظل الوضع هيك ما رح نقدر نفوت. رح نفوت، ما عندنا طريق تاني. يا ديفرام
دينيس! فتحوا عيونكم، الشيطان عنده 40 طريق ليفوت وعنده 1000 حيلة حتى يستعملها. إذا بتترك ثغرة صغيرة بس بيساويها طريق وبيتسلل لجوا. لا تخلوا الشيطان يدخل للقلب، لا تخلوا هالظلم يفوت على بيوتكم. هو جاي، انتبهوا، إذا دخل مرة ما رح يطلع أبدا. وقفنا والحمد لله. يا ما شاء الله. بس الشيطان ما بيتراجع، بيعمل كل شيء وبيلاقي شيء مكان لا يقدر يفوت لجوا. راح تديروا بالكم وراح تسدوا كل الثغرات. راح تعبوا القلب بكلام الله كمان حتى ما يضل مكان وبيقدر يدخل منه لقلوبكم. صفوا قلوبكم منيها. يا عيني عليك عم حكمت، خبأ لورا شوي. تخبايت شو؟ شو عم تقول انت يا مدير؟ اليوم أنا سمعت أنه راح يطلع شهيد من هذا المكان، قالوا أنه راح تطلع روح من معركة الأرواح، والحمد لله المولى عز وجل كتب لي أنه أشهد هذا الحدث المشرف. هلأ صار الوقت اللي نحط فيه نحن رواحنا على كفنا. اسمح لي يا مدير، بلكي بتكون نعمة الشهادة من نصيبي. لا ترجع لورا. عم حكمت رجع لورا. الرعد بعمره ما بينزل بنفس المكان مرتين، هي هي الحكمة. مجبورين انه حدا يروح، وانتو لازمين لهذا الوطن. عم حكمت لك ترجع لورا. عم حكمت، عم حكمت ارجع لورا. خبى منيح عم حكمت، ارجع لورا. عم حكمت، 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 عم حكمت. يا ربي دخيلك يا لطيف. استنى شوي. آمنك يا حكمت. لك شو عملت انت؟ انا شو انا شو عملت يا مدير؟ يا الشهيد حكمت اسم حلو كتير، والله اكرمني بالشهادة. تحمل، تحمل بس شوي، لا تتركنا وتروح. انا الي سنين كرمال هذا اليوم استعملت كتير. اتركني، اتركني الحق برفقاتي. منظر الجنة قدام عيوني بلشت روحي تطلع يا مدير. الله يطعم الشهادة لكل واحد إن شاء الله. أيها الحق. لا 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 يا ربي، لا. يا ربي الله يرحمك يا عم حكمت. بابا قوم، بابا حكمت لا تتركنا وتمشي. بابا يا ربي دخيلك. يا شباب اذا بدكم تعملوا واجبكم تجاهه لا تسمحوا لهدول الشياطين اللي برا انه يفوتوا. ماشي ماشي سيدي، انت لا تاكل هم ابدا. لك شو عم تعمل؟ حربي لك شو عم تعمل؟ لك انبطح يا ولادي للكلب. ديروا بالكم منيح، لساتهم عم يقوصوا. في واحد واقف بدون حماية، الظاهر هذا مجنون. يقوصوا فورا. يلا ليش خايف منه؟ يلا يلا. وأخيراً إجا الدعم. ليش تأخرتوا لك؟ المهم وصلنا، شو الوضع؟
ما زلنا نقدم ولا خطوة، لساتنا واقفين هون. تمام، لا تاكلوا هم، من هلأ حتصير الشغلة سهلة. أنت مجنون شي؟ بدك تموت حالك يعني؟ صالح، شو وضعه منيح؟ صوب بإيده. حربي، تقدر تقوم وتجي لهون؟ تعال خليني أشوف جرحك. لا لا، ما فيني شي، أنا منيح، جرحي صغير ومو كبير. فايزة، أعطوني مشيط من عندكم يلا. ليش ما إجا حدا يساعدنا لهلأ؟ ما حدا، ولو ما اجى حدا في الله يساعدنا. هاتي مش الثاني يلا. هالقصة طولت كتير، يلا خلونا نخلص بقى. رح يزد قنبلة، انتبهوا. موتوا يا فاش. صالح، شو هاي فاش كمان؟ أكيد كان رح يقول فاشيين سيدي. هيك ما رح يمشي الحال أبداً. خلونا نهجم كلنا سوا. تمام، صار وقت إنه نرفع هاد العلم على المقر. يلا رح نهجم كلنا، يلا رح نهجم. لك شو هالضجه هاي؟ لك هاي مو ضجه، موسيقى. يا قليلين الشرف، رح تموتوا كلكم. لك هدول ما ماتوا. عم يهرب، عم يهرب. وصلوا سيدي، والله وصلوا يا سيدي. قوموا يا بنات. يا قليلين الشرف. ولك أهلين. حلال عليكم والله. لك أسود أولادنا، هدول أسود. الله يحميكم يا ولادي، ما احلاكم. فايزة، انت خليكي هون مع النسوان، يلا خلونا نطلع نحنا. استعجلوا يلا يلا. ولك ولك ولك، شو عمل فيك هلا؟ شو عمل لك؟ انتو متوا وانا شفتكم بعيوني. ولا رجالك يتعلموا يعملوا قنابل مثل عالم الخلق. هالشي مستحيل، حتى لو فكيتوا حالكم كمان مستحيل تقدروا تطلعوا من البيت. لك نسيت الباب السري للبيت؟ ما خبرتنا فيه كمان. الله يلعنكم، لقيتوه ما هيك؟ اكيد رح نلاقيه. ولك اكيد رح نلاقيه. شو عمل فيك هلا؟ احكي اللي شو عمل فيك. فضي مسدس براسك. لا دخيلك، لا تقتلني، لا تقتلني بترجاك. دخيلك لا تقتلني، بوس ايدك لا تقتلني. دخيلك راسه لك، راس. قوم لشوف قدامي، قوم قوم قوم. يلا تعا، تذكرت شيء أحلى بكتير. تحرك تحرك ولك تحرك.
بمناسبة الذكرى 168 لتأسيس الشرطة التركية، بحب بارك لجميع الجنود الأحرار. عيد شرطة سعيد عليكم. ولك ولك لا تبوس العلم، ولك ما بسمح لواحد وسخ مثلك يبوس هالعلم. طلع بوشي، سمعتني منيح؟ النظيف بيضل نظيف والوسخ بيضل وسخ، لهذا السبب ما فيك تبوس هالعلم. روح الله يستفل فيكم. الله يحفظنا عليكم، الله يقويكم يا رب. لك ما قصرت، الله يحفظكم وجعلنا انتوا ابطال، الله يرجعنا، الله يحميكم، الله يحميكم يا رب. الف مبروك عليكم انتصاركم، الله يسلمكم مبروك. زاد حاله قدام رصاص ولا سأل على شيء. هذا اللي بيسموه مستاتل على الشهادة. الله يجعل مسواك الجنة يا بابا حكمت. لا تنسانا بالمكان اللي انت فيه. أخي شو عم تعمل انت؟ ليقوم يجاوبك هلأ أو شيء؟ والله العظيم بيوقف قلبي من الخوف. أي هيك الحياة، ما بينخاف من أحباب الله أبداً، لأن بحياتهم ما بيخوفوا حدا. مو بس بحياتهم، بمماتهم بيكونوا طيبين كمان. الله يطعمها لكل مشتهي. آمين آمين. الله يرحمك يا بابا حكمت. سمعونا الفاتحة على روحه. ليش تأخرت كل هالقد؟ استنى أخي هلأ بتجي، كمان هي متوترة، أول مرة رح تشوفكم. صحيح شباب، حزروا أنا اليوم وين رحت. لوين رحت؟ على قبر صاحب الكرامات، أخذت له ورد، سقيت القبر وقريت له ياسين. ما شاء الله كل يوم عم بتروح، بس ليش قريت له صورة ياسين؟ هو اللي كان يقول قروا لي ياسين. تعرفوا أنتو أنا هاي الشغلات ما بفهم فيها أبدا، وإذا حدا موثوق قال لي عمل هيك شيء ما أفكر فيها وبعملها فورا. والله صرنا اثنين يا أخي بهالدنيا، يا بدك تكون عالم أو بتحب العلم، أما النوع التالي الله يبعدنا عنه. آمين آمين آمين. بكرة أنا كمان رح روح زور، قلب الإنسان بيرتاح يا أخي. يا شباب ليك وصلت. مرحبا. مرحبا. مساء الخير. اهلين اهلين وسهلين سنة. اهلا وسهلا. رح اعرفك اخي عاكف. فرصة سعيدة. اهلا وسهلا. سيبو وهاد من ناديلو بالتا. بالتا؟ ايه مرت اخي. مرت اخي. انتو عدو، انا رايح جيب لك. وبالتا هيك بيتسلى شوي ما هيك؟ أخي فكرة ممتازة، أنت ما في منك. تفضل. كارلوس حكالي عنكم كتير.
وانت كمان بضل يحكي لنا عنك. خد اخي. بالله شو بيقول؟ انت شو هالرفقات الاغبياء اللي عندك اختي؟ بتقولي لهم يقعدوا عاقلين احسن لهم وما يزعلوا اخي كارلوس. رجب سكوت. حكيت لهم معناتها. طبعا بيحكي لنا، نحن منضل اخواته، ما بيخبي عنا، يجرب يخبي عنا. وهي وصل الاكل كمان. انت كل يا سمح. ايه خليك عم تاكل، كل يا حلو. ايه انه انت ما بتسكت غير هيك مو؟ لا على شوف، يلا يلا يا سبع، يلا كل كل يا بطلي، كل يا وحش، يلا كل كل. وين قاعد البنت؟ ليك هنيك اللي لابسه جاكيت مو منيح، خلينا ناخذها ونمشي. عن جد مو معقول، هذا بيموت على الأكل. ما شاء الله شو حلوة هاي البنوتة. شو اسمك حبيبتي؟ إبرو. إبرو. دخيل عينك شو حلوة أنت، ورجيني شنطتك كمان حلوة كتير. شكرا إلك. لو انك جاي صبي احسن، على القليلة بينفع بشي. شو اخي الظاهر انك شبعت؟ لا يسا، هاي ثالث سندويشة باكلة. يا الله دخيلها. بنتي إبرو تعالي لا تزعجي الجماعة. يلا باي باي باي. تعي بنتي. باي حبيبي. عادي يا قلبي. صحيح انا كان بدي اشتري قميص بما انه اجينا لهون. يلا خلونا نقوم. اخي استني شوي لسا عم باكل. قوموا لك لا تغلص عنا شغل. كثير انبسطنا انه تعرفنا عليكي. بس نحن لسه ما حكينا شيء، لوين بدكم تروحوا؟ اخي ايه والله خليكم قاعدين شوي. نقعد غير مره ان شاء الله. تعال. تصبحوا على خير. دير بالك تترك حبه بطاطا بالصحن، دافعين حقه. انا رح اعمل لك احلى صحن بطاطا مقليه بالبيت. ما هيك سيبو؟ لا انت عن جد مخك بيسكر احيانا وما بتفكر. فهما بقى بدهم يحكوا مع بعض بشغلات مهمة. ما بفهم بالحكي اللي من تحت لتحت، ما عندي من هالحركات أبدا، كانوا يحكوا قدامنا. قدامك بدك إياه يتقدم لها؟ أشوف إياه. لا أخي لا، هالزلمة عن جد لازم يكون اسمه بلطة. تعال شوف، تعال معي تعال. بس هلأ ماما بتعصب علي. لا ما رح تعصب، تعالي روح يلا. بعد إيدك عني. لك نزليني لوين أخذتيني؟ شوي وبرجعك. تركيني تركيني، لا تخافي رح رجعك. تحولت يلا امشي بسرعة امشي. مفيد. شيماء. مفيد. شيماء انت منيحة؟ شو صاير معك؟ هلا اجت امه ومع واحد واخذوها وراحوا. خلص يا حياتي لا تقلقي، رح ارجع بنتنا. بعرف بس شو دخل هالسؤال بهذا؟ يعني هذا الشيء وهذا الشيء تاني، شو بدك فهمني؟ ما رح تفهمي لأنه أنا متلبك كثير، لأنه هي أول مرة، بس أكيد ما رح ضل هيك. سناء أنت عم تنطري حدا شي؟ إيه صراحة ناطرة حدا. لك أنتو جنيتوا شي؟ إذا انكمشتوا رح تنحبسوا 20 سنة على الأقل. لك سد بوزك واسمعني بقى. عم قلك هي بنتي فهم بقى. وهلأ تذكرتي يا حنونة يا طيبة إنه في عندك بنت؟ شو دخلك أنت ولا؟ شو دخلك فهمني؟ لا تصرعوني بنص الليلة. غبي. خالي اسمحي لي أخذك على المستشفى. لا ما بدي شكرا. إذا فعلا بدك مصلحتي لا ضل واقف حوالينا، روح شوف شغلك. طيب أنا رايح بالإذن. لك لوين رايح؟ أمي عم تمزح معك. ما أنا صدق. يا عربية يا مجنونة، هيك رح تخربي كل شيء. خلينا ناخذ المصاري. بعد ايدك عني. والله لا قتلك والله العظيم. بس هي ما سمعت مني وخطفتها. لا تنقب. صدوني هاي الحقيقة يا جماعة. هي بالمحكمة. انا كنت بدي سلم البنت لابوها.